يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان.